الاثار رأفت المتولي؟ اكيد هو، بس ده شكله اتغير عن زمان. مصدق نفسي تقفل علينا باب واحد. انا كمان مبسوطه قوي قوي قوي. هتعمل كل اللي وعدتني بيه؟ عيب، انا اجدع واحد يوعد ويوفي. اتفضلي يا عروسه برجلك اليمين والنبي. كنت هتقطع الفستان يا حيوان. حيوان؟ انت قلت الادب عليا الطلاق، ما تقعدي على ذمتي دقيقه واحده. انت طالق يا جماعه، استهدوا بالله وصلوا على النبي. اقطع حالك يوم. انا ما ارجعش في كلمتي ابدا. جري يا اخويا، تعالي يا بيت. جري، لا فوق معايا. انت فاكر بقرعه رجاله؟ لا يا حبيبي، دي قرعه رجاله ياكلوا الزلط. انت فاكرني لقمه طريه؟ لا طريه ولا ناشفه يا اخي. بس زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمكشوف، وكل واحد ياخد حاجته. في مفتاح الشقه يا ابن عمتي. مفتاح الشقه؟ المفتاح نسيته في الاوتيل. في مفتاحك ياما ما جبتوش معايا، نسيته كمان. سايب مفتاح الشقه لامك يا بتاع امك؟ اه بتاع امي اهو. انا بتاع امي يا اختي. ايوه يا اختي، هو بتاع امه. انت مالك؟ شفت؟ شفت اهم بانو 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 ياما بانو 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 اصل امه بانو 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 اصل امه بانو 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 ايوه بانو. اكسر الشعر يا فاروق. عناي ان شاء الله فرح ولادكم. الف سلامه. يلا بينا بقى نروح نطلع. ايه؟ لا احنا قدامنا شغل كتير. يلا بقى. طب استنى حطي دي. حطي دي يا روح. يا سلام، هي جت على دي. نهارنا رادي ان شاء الله. يلا. القمر اهو. شفتي بقى ميزه ان الواحد يعمل فرح بالنهار عشان ناخد اليوم من اوله. لا ما انا هنام. لا تنام ايه يا عروسه، ما فيش نوم طبعا. ده لا تنام ايه بس. بقول لك انام اهو. العفش اتصحر. ايه؟ استني، ده ما سابوش غير نجفه. يا نهار اسود. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. شاع عمري، شاع عمري راح. مين؟ يا جسمة. قشطة جوجل، العفش كله تشوم في المخزن يا ابن عم. سيكا غالي انتوا. خالصة بالصلصة. حسب الرجالة. يا ابني ما انعدمها. عد الفلوس يا ابن عم، الإيد غلطة خصوصا لما تبقى إيدك. والنعمة أنا كنت عروسة قمر، لولاش القلم اللي نزل على وشي ده. ما أنت كمان لسانك مبرد. إلهي يا رب يا صابر يفتح لك كل البيبان المتقفلة في وشك، وتبقى على وضعك كده. إلهي يا بعيدة تصحي من النوم تلاقي ربنا يبارك عليك كده. ياسر بس حضر. يبقى رستري حضر. ولا ده احنا ممكن نقعد عندي.
خالص يا جرح. جم 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 جون يا باشا. الواد ميسي ده لعيب زي الرجالة. جوجل دي يا باشا، جوجل ده عشان لما تيجي تخش على جوجل وتعمل كده على البريد يطلع لك الحل من غير هاري ولا لط. شايف؟ شايف الهبه دي؟ مش جايب لها ميكروويف، هديها بتغسل على ايديها. انت مؤاخذه يا برنر، تعبتك معايا بس عشان جو البوكس ده مانيش فيه عشان برستيج. والله العظيم يا باشا كنت لسه بشكر فيه. ايه ده؟ فين العفش يا؟ فين العفش يا؟ فين؟ ما انت بتتنطط زي سوسه البوليس كده مش هتطمني حد. طول ما في عفش مفيش عفش. ايه انت بس يا انت باشا؟ اقعد اضرب بقى، عايزني اساعدك؟ طب اهو انت اهو يا ياسر باشا. انت 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 بس يا انت تاني ده كان فاضل هيطاني يا خادع. فين الباب يلا؟ خد الباب كمان يا باشا. الشقه كانت مكمكمه، قلت اعمل لك طياره. اه والله وحياة امك ما ظبطك يا ياسر باشا. يا ياسر باشا اقعد وكل حاجه هتطمني اهو. عورني اهو يا عم. استغفر الله العظيم. ماشي نقعد نتفاهم يلا. وانا دمي في ايدك يا عم. يا باشا اسمع كلام الباشا الصغير، وبعدين لما يشوفك كده يعمل ايه؟ واحنا بنقول يا هيكله. يا باشا انت دارس في امريكا وعارف. جوجل جوجل لخص وهات من الاخر. ماشي يا باشا. طب هنشاهد الباشا الصغير يا عم. حط نفسك مكاني او مكانه او مكانك. يديك يا باشا ياخد مراتي يلبسها قضيه شمال يلطها عشان ما عرفش يجندها. يرضيك يا باشا يعني خدها من عندكم ملطوطه. انت عبيط يالا، تسرع عفش ولا دخلاتي يا باشا. ما انا حكيتها معاك كتير، وتاج المراه واضع والعتاب صابوني القلب. وبعدين انا سامحتك 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 كتير، وسكان اصاله حذرت انا بقى بكفرت على طول. ولا هات من الاخر، طلباتك ايه؟ شريط اصاله. كيفك يا باشا؟ تعس يا عونا انا صاب عليك بالعافيه. استنى هقول لك، تفرج على ليلى نوم يعني الان افرج على العفشه، غير كده يا كبرنا هزعل واجيب ناس تزعل. وحياه دم السخن ده، اديك لبستها. شفت رمي البله سهل ازاي؟ على فكره انا عارف انك تقدر تسجنني، بس عادي عادي عادي. قانون العقوبات في المادة 316 بينص على ان اللطة اللي احنا فيها دي من 6 شهور ل7 سنين. محامي ب200 جنيه يجيب لي فيها 3 شهور 3 مانس. اخش اركلس كده بقى سليبنج وانامهم. اعتبرها خرجت. ايه ده جوزها؟ مجازي يعني؟ مراتي خرجت مجازي. ايه اعتبرها خرجت، مراتي خرجت مجازي. طب يلا يا لولا خرجنا خلاص كفاره.